هو انا كنت في فتره معينه كنت بدور على شغل، وبعد كده لما لقيت الاعلان نزل يعني وعرفت بالاعلان فقدمت. بس فهي بصراحه هو يعني الاعلان في حد ذاته كان بالنسبه لي ملفت للنظر يعني، وان هي حاجه جديده واول مره تبقى موجوده في مصر الوظيفه دي. بس بصراحه لا انا قلت يعني بوزيشن كويس وليه لا، واكيد هجرب، وهو هيبقى فيها نوع من التحدي وصعوبه طبعا شويه، بس الحمد لله يعني الواحد بدأت في الخطوات والاختبارات والحمد لله توفقت يعني وتأهلت ان انا ادخل مرحلة التدريب. كان اغلب الناس منتعشين واغلب الناس كان عندهم تخوف، فاول يوم كانت ناس يعني كانت مشجعه بس قليل جدا، بس بعد كده يوم ورا التاني الناس اللي بيشجعوا كان اكتر بكتير بصراحه. الو، السلام عليكم، مع حضرتك كان يعني محتاجه بس حضرتك تسرح لي عشان اتحرك بالقطر بتاعي. طيب اوكي يا فندم. طيب احنا عندنا قطر من رحلة رقم 134. طيب 254. 254. طب هو اصلا 134 عايزين نشوف ميعاده. 857 سبع رحلات. الورق بتاعه ثلاث رحلات. الورق بتاعه اللي هو رقم 100. لا هو في الصفحة اللي بدأ اصلا 157. هو 268 هيبقى الورق انت شوفيه كده. او شوفي 171. لا هو 171. هتبقى الساعة 8:10. تمام.